حياكم الله جميعا. أبو إبراهيم، أول شيء خلنا بنتكلم عن يعني في تساؤلات كثير، سواء من حنا كنقاد أو من الجمهور اللي هو حريص على بعض النقاط اللي يبى يعرفها. سكريبتو من البداية حتى اليوم مر في ظروف وفي عقبات وفي تفاصيل الجمهور ما يعرفها، اليوم نبي نناقشك فيها ونضع النقط على الحروف. خلنا نبدأ من الإيقاف، سكريبت ما قبل الإيقاف وبعد الإيقاف، وش اللي اختلف مع سكريبت خلال فترة الإيقاف اللي مرت عليه؟ هو لا شك كل برنامج يمر بظروف، وبناء على الظروف قد ترفع من رتم البرنامج أو تنزل من رتم البرنامج. نعم. أكيد لا شك بأن برنامج سكريبت جت عليه ظروف أو مرت عليه ظروف جدا قاسية أثرت على بعض معطيات هذا البرنامج بالذات، سواء على المتسابقين أو على المتلقي بشكل عام أو كذلك على القناة نفسها. نعم. فأكيد أثرت تأثير نقول إن شاء الله جزء منه إيجابي، لكن الجزء الأكبر كان سلبي، وبإذن الله العقبة هذه راح نتجاوزها بحول الله خلال الأيام القادمة بإذن الله. طيب أبو إبراهيم، قبل أروح لاستفسارات الشباب أكيد عندهم تساؤلات كثير، الإيقاف يعني ليش الرجوع سكريبت؟ يعني إحنا نعرف فترة الإيقاف ولحظة إعلان رجعة القناة للبث، ليش ما كان فيه مسافة بعدين رجعت سكريبت أو بداية برنامج ثاني غير سكريبت؟ ليش بدأ سكريبت على طول وأثر عليها الرجوع فجأة مع فترة الإيقاف؟ سؤالك هو ليش ما بدأ برنامج جديد بدل ما يستأنف برنامج أو أخره شوي، لو أخرته شوي أو تأخر؟ هو للأمانة فترة الإيقاف كانت شهرين، فترة طويلة جدا بالنسبة للبرنامج كإيقاف برنامج. بالعكس القصة يعني ما بعد انتهت بالنسبة للمتلقي بشكل عام، لا بد من استكمال هذه النسخة، وكان بالإجماع رأي مجلس الإدارة بأنها تستأنف النسخة في بداية من فترة الإيقاف، تستأنف إلى نهاية البرنامج، وبإذن الله كانت التجربة كويسة والمتسابقين كذلك برضو أدوا الأداء المميز والجميل خلال الفترة الماضية. حتى بعد العودة طبيعي كان فيه نسبة تأثير عالية بسبب الإيقاف، يعني على المتسابقين، يعني على المتسابقين لما طلعوا ورجعوا من جديد أكيد كان فيه نسبة تأثير، لكن كان الأداء جدا جميل، وأشكرهم للأمانة على كل ما قدموه خلال الفترة الماضية بعد العودة. وحنا بعد نشكركم على يعني تقدير ظروف المتسابقين في بعض الاستثناءات اللي صارت، وهذا ندلدل على أنكم حريصين على المتسابقين. أبو حزام، في خاطرك تساءل، أنا أنت اليوم سعيد جدا بتواجد أبو إبراهيم، التساؤلات اللي عندك سكريبت قبل الإيقاف وبعد الإيقاف. فعلا أنا سعيد، وسعادتي من سعادة الجمهور اللي اليوم بيروي عطشه من خلال يعني إجابات من أبو إبراهيم. أبو إبراهيم يعني دائما إنسان ستريت، يعني مباشر، قبل الإيقاف وبعد الإيقاف. فعلا مثل ما قال البدح ومثل ما قال ضيفنا العزيز، القصة ما انتهت. سكريبت 2 أثروا على الدورة البرامجية، الآن أخذوا مكان برنامجي، ومع ذلك يعني مشكورة الإدارة خلت البرنامج يمشي، مع أنك ما كانت ملزومة الإدارة أنها تستأنف العمل في البرنامج ذا، سيما أن أصلا الشباب اطلعوا شهرين خربت الواقعية يعني. وأنت كنت طالب أن ما يستأنف البرنامج وقتها؟ نعم، أنا كنت طالب أنه يوقف النسخة، ووليتهم سمعوا شوري. لكن لعل خير. أنا بسأل أول شيء أبو إبراهيم عن ما يسأل عنها الجمهور الآن، أكثر سؤال دائر الآن اعتذارات المقدمين. أبو إبراهيم، بالنسبة لاعتذار